وفرنا عليك اللي انت تشتري الاربع مكونات وهتلاقيهم غاليين، فاحنا بنعمل لك 100 جرام من الخلطه جاهزه بفضل الله. والخلطه دي بيشتغل بيها كبار مربي الانجليزي، كبار مربيين الانجليزي بفضل الله في مصر وفي الوطن العربي وفي اوروبا بيشتغلوا بالخلطه دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل الخلطة بتاعة الإنجليزي بتاعة الأكل الطري، اللي خلطة اللي إحنا بنحطها على الأكل الطري. الخلطة دي مكونة من إيه؟ الخلطة دي مكونة من بريد ماكس أهو، ده البريد ماكس قدام حضراتكم، ده العبوة دي بيبقى فيها 3 كيلو اللي هي فيها 3 أكياس من دول. الكيس من ده سعة كيلو، تمام؟ وعندنا الخلطة الحاجة الثانية اللي هو البيض المجفف اللي هو تبع النيتشر، تمام؟ وعندنا كمان الكالسي لوكس اللي هو المكون الثالث، الكالسي لوكس ده كالسيوم تبع شركة فرزلاجا بلجيكا، تمام؟ وعندنا دي الجردة اللي احنا هنعمل فيه ده مطرحه مطرح الباتيه، فروتي باتيه ده اللي احنا هنقلب فيه. وعندنا كمان الاسبايرولينا، ده الاسبايرولينا، تمام؟ عندنا الاربع حاجات دول بفضل الله هنخلطهم بمعايير المعايير بتاعتنا. هنحط مثلا كيلو بريد ماكس على بطرمان كالسي لوكس على 2 كيلو بيض مجفف على 50 جرام اسبايرولينا. الخلطه ديت هنعملها قدام حضراتكم طبعا، والخلطه دي هتبقى متوفره، اي حد بسعر التكلفه اي حد هيحتاج منها هنطلع الاكياس 100 جرام. طب ال 100 جرام بكام يا عم ناصر؟ ان شاء الله بسعر التكلفه بس، يعني ال 100 جرام ب 50 جنيه. ال 100 جرام ب 50 جنيه، اظن مفيش حد يقدر يعمل الخلطه دي ويجيب المكونات دي. الحاجات دي اصلا بتيجي عباره عن كيلو، يعني ده بيجي كيلو وده بيجي كيلو وده بيجي كيلو، فاصبح الحاجات دي غاليه جدا لما تيجي تعملها. اللي هو الكالسي لوكس ده بيجي نص جرام، نص كيلو 500 جرام، تمام؟ البريد ماكس بيجي جوه كيلو، الديلي نيتشر البيض المجفف بيجي جوه كيلو، الاسبايرولينا بيجي علب، تمام؟ 200 جرام. فانت صعب تعمل الحجم اللي هو ال 100 جرام ده الخلطه منه على بعض. فاحنا هنعملها عشان ما نطولش على حضراتكم، هنبدا نعملها ونقول بسم الله. ادي هنا عندنا ادي البيض ده، بصوا كده انا عايز بس اوريكم حاجه كده نظره كده. بص البيض ده بيض بالدود تبع ديلي نيتشر، ده بلجيكي، بسم الله ما شاء الله، منتجات زي الفل، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، تمام؟ ادي كده حطينا كيلو، ادي الكيلو الثاني، ده البريد ماكس، كل حاجه قدام حضراتكم اهي بفضل الله، حاجات زي الفل بفضل الله. بص وريني كده، بس افتح كده وريني كده البريد ماكس، بسم الله ما شاء الله. بص البريد ماكس عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، منتجات في منتهى الروعه. بص بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يلا اقلب يا بطل، ده كده كيلو البريد ماكس، استنى كده اه، بص بسم الله ما شاء الله زي الفل. يلا خش يا بطل بالكالسي لوكس، ادي الكالسي لوكس اهو، خش دي ضمان، ده اللي هو الورقه اللي بتيجي مع الكالسي لوكس اللي فيها طريقه الاستخدام وفيها المكونات بتاعت المنتج، طبعا كلها انجلش لان طبعا جاي من بلجيكا، تمام؟ طب يلا، طبعا الكالسي لوكس يا جماعه بتحط بكميات كبيره، الكالسي لوكس من الحاجات اللي اصلا جرعاتها كبيره، تمام؟ اهو هنشيل ده المجفف او صاحب الرطوبه اللي بيبقى في العلبه، ودوت المعيار اللي بيجي برضك مع العلبه، ده كله طبعا هنطلعه عشان احنا هنحط العلبه كامله اهو، تمام؟ كده احنا حطينا المكونات كلها، بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا لازم ايدينا تكون مغسوله ومتعقمه عشان احنا دلوقتي بنعمل اكل، فلازم يكون كل حاجه متعقمه، بس انت طبعا مش هينفع تقلب بحاجه عشان ايه الامتزاج، فاحنا بنقلب بفضل الله زي الفل، تمام؟ طيب عندنا بعد كده ناقص ايه؟ السبايرولينا، عايزين 50 جرام سبايرولينا. يلا ميدو هيوزن لنا 50 جرام سبايرولينا اهو، صفر الميزان الاول، تمام؟ تمام. كل الشغل طبعا يا رجاله يعني دوت لازم يا شباب، الشغل لازم يكون بالجرام زي ما احنا شغالين كده الحمد لله، تمام؟ زي الفل اهو، نبدا بقى
التقليب. بص حركة أحسن بقى، هنبقى نقفل الجردل بالغطا ونقلب كله تفرم بعض. تمام، براحة براحة عشان الجردل ما تتفعش منك. أيوة كده، دي طريقة تقليب أحسن وأقوى. بص المنتج بقى عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، حاجات زي الفل. انت لو تشميني الريحه اللي انا شممها دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، ريحه جميله جدا 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 جدا. طبعا بسم الله ما شاء الله، البريد ماكس ريحته جميله جدا جدا، مخلي الاكل ريحته فواحه وجميل. بسم الله ما شاء الله، من احسن الحاجات اللي احنا بنستخدمها لطيور الزينه اللي هو البريد ماكس ده، جميل جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، بيخلي الناس بتبيض بيض كتير، وبالبيض كله بسم الله ما شاء الله بيبقى مخصب وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. وطبعا عارفين طبعا البيض بقى والفيتامينات بتاعته والبروتينات بتاعته العاليه. بسم الله ما شاء الله. بص كده زي الفل. طبعا الخلطه دي كده خلطه بتتحط على الاكل الطري. طيب دي احنا عاملينها وبنعبيها اكياس، الكيس منه بواسعه 100 جرام زي الفل. دي بتاخد منها معلقتين على الاكل الطري، كل مره بتيجي تعمل فيها اكل طري بتاخد منها معلقتين على الاكل الطري، بيبقى معاك الشغل زي الفل بفضل الله. وفرنا عليك اللي انت تشتري الاربع مكونات وهتلاقيهم غاليين، فاحنا بنعمل لك 100 جرام من الخلطه جاهزه بفضل الله. والخلطه دي بيشتغل بيها كبار مربي الانجليزي، كبار مربيين الانجليزي بفضل الله في مصر وفي الوطن العربي وفي اوروبا بيشتغلوا بالخلطه دي. في ناس كمان بتجود وبتحط على الخلطه ديت اللي هو الباتيه، الباتيه ده بتاع الجردل غير البيض المدود. تمام، هذا اهو ده كده 100 جرام، وبنقفل الكيس على كده، والجردل ده بيتعبى وبيتباع لحضراتكم بسعر التكلفه، بسعر التكلفه، بسعر التكلفه. 100 جرام ب 50 جنيه. طبعا لو انت حضرتك حسبت الحاجات اللي احنا حطيناها على بعضها بسعر السوق هتلاقي الحكايه معديه جامد جامد جدا. بس احنا الحمد لله بنجيب الحاجه دي جمله وبنعملها قدام حضراتكم وبنخلي الكل يستفيد. تمام، تحياتي ليكم وان حبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلم